يا صباح الخيرات لكم عن جديد مشاهدينا. اكيد هلا وصلنا للفقره يلي دائما كتار بينطروها لنعرف اخر الاخبار الفنيه مع هدى. يسعد صباحك يا هدى. يسعد صباحك يا هبه. يسعد صباحك يا هدى. بونجور يا ماري، كيفكم اليوم؟ مشتاقين. تمام، حبلش بالاخبار الفنيه. اول خبر معي لليوم، يوم الخميس المضى اغلب المواقع واكثرها كمان عم بيقولوا علي الديك عم بيجهز لاغنيه جديده، علي الديك قبل الخميس عفوا، وبتحمل اسم هيك غريب. انا قلت استنى يا بنت ليوم الخميس لنعرف شو هي الاغنيه، لنعرف شو الجديد يلي مقدمه علي الديك. اسمها بوسه راس، اغنيه تشبه علي الديك، هي من الحانه على فكره، والكليب يلي هلا رح نشوفه هو من اخراج عادل سرحان. الاغنيه عن جد مثل علي الديك، بتشبه علي الديك، الاغنيه عامله ترند بس يعني كلها حلوه، بس هو اول كم كلمه منها هي اللي عامله الصدمه بين الجمهور، حابب الاغنيه كثير وعم يتداولوها كثير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ما رح كثير احكي عن اول خبر معي، خلي علي الديك هو يحكي ويغني لنا، واسمحوا لي اكيد هيك الصبح مبلشه مع علي الديك، في احلى؟ والله بدها. شو بدها؟ انا هبه، انا هدى صارت تفهمني، خلص شكرا هدى، يعطيك الف عافيه. في كثير اشخاص، تحيه لكل الاشخاص يلي بيعشقوا هذا النمط من الاغاني، ما عندهم لهم وقت معين، هي الاغاني الجبليه طبعاً. هي الاغاني المحليه يلي كثار من السوريين بحبوها وكثار بحبوا يفوقوا عليها الصبح، فاول خبر لهدول الاشخاص. شكرا لك، خلينا نسمع بوسه راس. حليان علي الديك. شكرا. تحيه اكيد للنجم علي الديك. اكيد انا بعرف قديش هو بيتابعنا وبحب قناه سما جدا ودائما متابع لنا، اتمنى يكون عم يحضرنا، يسعد صباحه ان شاء الله يا رب. هاي الاغنيه بتقدم له لسه الكثير وكثير من النجاحات، الاغنيه حلوه كثير والدبكه احلى الصبح، هيك اكتشفت. قلبنا جو الاستوديو للمره هدى للمره ال 17. شكرا على هذا الخبر الكثير حلو، خلص حرك الجو. خبر التالي كمان علي الديك، هيك خلص كل بحط كل الفقره علي الديك. اما خبر التالي يا صبايا هو عن جديد سعد رمضان كمان. اصلا حليان عصيره الحلاوه، شوفي هلا شو حليان سعد رمضان عصيره الحلاوه. اصلا حليان اول اغنيه لسعد رمضان بهذا الصيف، اغنيه صيفيه وجميله جدا، اغنيه عامله هيك ميكس بين العراقي والمصري، وهذا النوع كثير جديد على سعد هذا الميكس. عدا عن هيك انه كان الفيديو كليب باداره وليد نصيف يلي اغلب الفنانين هلا رايحين على الذكاء الاصطناعي، عم يدمجوه بطريقه كثير جميله بصراحه بالفيديو كليبات، في هيك دمج بين الواقع والذكاء الاصطناعي. سعد هو بيعرف انه في جمهور كثير كبير بانتظار كل جديده، فاختار شيء مميز للصراحه. اصلا حليان عم تحقق صدى ونجاح كثير كبير. عدا عن هيك سعد ما صار له فترة راجع من دبي عامل حفلة خيالية وكاملة العدد، على فكرة في عنده حفلة ثانية بدبي أول آب يعني الأسبوع القادم، وإن شاء الله أكيد رح ورجيكم هيك الأجواء، إذا مو أنا ماري، إذا مو ماري رغد، هيك محاوطين الأخبار أكيد على قناة سماحة يكون في الخبر طبعاً، وتغطية لكل جديد لكل الفنانين مو بس لسعد رمضان. شوفوا اصلا حليان وشوفوا سعد قديش عن جد سعد قديش حليان. حليان إن هلا في كثير ناس مستهجنه انه سعد كثير مختلف، واول مره بيقدم هذا اللون، وخلينا نقول هي الحركات الراقصه كمان، هو ما كثير عنده فيديو كليبات ممكن يعمل فيها شيء راقص، بالعكس الجمهور عم بيلاقي كثير حب. ما بعرف هذا الجديد اللي هيك فجاه الفنان بيعطيك شيء جديد، عم يلبس ما له عامله قبل، اي ما له عامله قبل، ما بتعرفي انه حنحب ولا لا. لو عم قلها لهدى حبيتي جديد سعد، طبعا شيء جديد سعد، وجمهوره كثير كبير، وفعلا في جمهور بيغفر على فكره للفنان وحيحبها لو ما حسوا انه كثير واو، حيحب اكيد، الجمهور موجود بظهر كل فنان هن بحبوه. اما حمائي هو الاساس، اكيد هو الاساس باغلب المطربين الموجودين حاليا، ولكن هذا هو عنوان البومه، هذا الالبوم يلي قلت لكم عنه فتره انه حمائي صار له فتره مو منزل البومات، فهو بلش لنا هلا بهو الاساس، وتقريبا صار منزلنا شيء اربع خمس اغاني، يلي جايبت لكم اياها اليوم معي هي شاغل عيون الناس، كمان نزل لنا من فتره بالناقص، ونزل صدمه، وكل الجو، هي اول اغنيه نزلت، تقريبا نزلوا اربع اغاني من البوم حمائي، هو مميز وعرفان انه هلا وقتهم، ليش؟ لحقول شغله كثير مهمه عن فنان محمد حمائي، في فنانين دائما بيعتمدوا لينزلوا شيء جديد بيروحوا على اللقاءات، يعني بيعملوا لقاء وبيقولوا انه انا عندي تحضيرات معينه، عندي شيء جديد، حمائي لا، حب بينه وبين جمهوره اللي بيروح يحضره بالحفلات،
هو اول حدا خبر على المسرح انه انا في عندي البوم جديد بعد غياب وانقطاع كثير طويل. فحمسنا كلنا يلي نحن بنهتم بالاخبار الفنيه انه شو حينزل. البوم هو الاساس، عم يلاقي صدى كثير كبير، عم بيلاقي اقبال كثير كبير بالحفلات يلي عم يحييها هلا حماقي. هنن اربع اغاني بس مسيطرين، فانا جبت لكم شغل عيون الناس، يا ريت فيني اسمعكم الاربعه، اشتركوا لوحده. تبعم سمعكم الاربعه. الاثنين الجاي. الاثنين الجاي. خلص بسمعك أوكي. اي وحده صدمه يلا. طيب. لا ما بدي صدمه، بدي شيء كثير يعني هيك وكل الجو. ما صدمه ما بدي. ما بدي خلص ما بدي صدمه، توكل الجو وكل الجو، بس هلا تعالوا نسمع شغل عيون الناس هي اخر وحده نزلت، تفضل. حتى الشعرات مختلفين طبعا، عم يغيروا كل شيء. هو لازم بتحسي عن جد عن بتحسي صار حديثه بتحسي، وهذا الشيء صح طبعا طبعا طبعا. الفنان يمشي مع الموضه، يمشي مع اشياء بتناسبه وبتشبهه، هذا الشيء كثير حلو وما له شيء جديد على فكره على الفنانين. صح. يعني من زمان زمان كنا ننتظر لتنزل صوره السيديات اذا بتتذكروا للفنان كيف صاير شكله، يعني بشكله قبل ولا هلا. بالعكس هلا الكل عم يهتم بجماله سواء كان فنانين او فنانات، صبايا وشباب. صحيح تماما. اما خبري التالي، في اسماء بالوسط الفني هن مميزين باحياء للاعراس، بينطلبوا طلب، يعني اذا العرس عربي بالصين بيطلبوا هدول الاسماء. ومن اشهر الاسماء يلي عندها جو فظيع بالاعراس هو اكيد نادر الاتات. نادر الاتات عنده كم كثير كبير من احياء الاعراس وكثير مشهور فيها، وهو بيحب على فكره يعني عنده هيك شق يهتم باحياء الاعراس لانه بيعرف ممكن يعطي فرحه زياده للعرسان للموجودين. هو حدا فكمله بتحسي كثير طاقه ايجابيه وقت يكون موجود. وصوته بيساعده صوت، هذا الصوت اسم الله اكيد، والله يحمي له هذا الصوت. فكملها معنا هلا وقال ما بتزبط انا نادر الاتات وما يكون عندي اغنيه مخصصه للاعراس، ما بتزبطش. نزل لنا يا قلب امك طبعا اغنيه جميله جدا بكل شيء فيها من الحان بتعطي فرح وسرور وهيك بدايه جديده لحياه اي اثنين ممكن يتزوجوا، فيها كلمات طالعه من القلب ومن المشاعر، كلمات بتنقال من اي ام لابنها او لبنتها يلي متجوزه جديد، اغنيه متكامله. والاجمل من كل هذا انه نادر حب يقدم لنا اياها بفيديو كليب من الاعراس يلي عم يحييها. يا سلام، شيء مميز. عملنا هو نادر ووقتها مناسب على فكره. هلا في كثير ناس بيروحوا للاغاني الصيفيه. صح. بيروحوا لشيء نمط موسم معين الاعراس يعني بشكل عام، هدا فكثير مناسبه ويا رب تحقق هذا الصدى والنجاح. اعتقد هلا اذا في شيء صبيه او شب حابين يتجوزوا او عرسهم قريب، هاي الاغنيه كثير مناسبه. هلا تعالوا سمعكم اياها، تفضل. يعني عقبال عايزين تحس هيك اغنيه الصبح هيك. كان في هيك قاعده بيناتنا من فتره وكنا عم نقول لماري اكيد ناطرين. صح. بعدنا نحن السنه الجايه بتقولوا نفس الحكي. احنا بعدنا ناطرين ان شاء الله هيك وقت يجي نصيب ماري يعني اكيد طبعا ان شاء الله يا رب. حجيب لكم نادر الاتات بس يعني والله يا ريت نسمع الاغنيه بس ساعتها بنقول لك مين كمان حابين نشوف. اما خبري الاخير عن ملك الاحساس، ملك الرومانسيه، اكيد عم بحكي عن الانا جديد مروان خوري. هي كلنا عنا الانا والله عظيمه الغنيه طبعا، وكلمات ولحن وحتى الفيديو كليب كثير مميز. طبعا هذا اول تعاون بين مروان خوري وعلي المولى، اول مره هيك تعاون عملوا لنا هيك اغنيه، تاخروا كثير كان لازم من زمان. صحيح. الفيديو كليب كمان من اخراج وليد نصيف، قدم مروان خوري هيك بطريقه مختلفه بطريقة تمثيلية تشبه الأغنية. الأغنية بالمختصر المفيد عم بيقول إنه كلنا في عندنا هي الأنا اللي بتخلينا شوي مغرورين، يلي بتخلينا شوي منحب نفسنا كتير، بس لازم كيف نعرف نستعملها، نعرف كيف ما نأذي غيرنا فيها. أغنية جميلة، أغنية رايحة على الستايل الرومانسي اللي بيشبه مروان خوري أكيد طبعا. أغنية متكاملة، وهذا أكيد مو بس رأيي أنا أو رأي العالم اللي بتحب الأخبار الفنية، رأي النقاد بجديد مروان خوري كتبوا مبارح وقالوا أنه هاي الأغنية متكاملة من فيديو كليب لألحان، ألحان مروان خوري طبعا وصوت
مروان خوري، بالإضافة لكلمات علي المولى، هذا التعاون نتج عنه إقبال وحب كتير كبير من الجمهور. قلت كوني جبت لكم كثير اغاني دبكه اليوم وكثير هيك اغاني فرح، خليني شوي هديها. تمام يلا هيك يلا بحق لك. واذا علي المولى ومروان خوري طبعا فخلص ختامهم مسك، ختام هيك لازم يكونوا. انا ان شاء الله بشوفكم الاثنين الجاي مع اخبار فنيه وكل شيء جديد ان شاء الله على الساحه الفنيه. شكرا كثير يا هدى، صباحك خير يا رب. شكرا، تفضلي.